ما في حاجة. بس بكل بساطة تيارس نحن قعدنا ماشي السلام بتاع جوبا ده يا اخوان. السلام بتاع جوبا ده فيه علماء نحن عندنا فيه. الدم جدا عندنا فيه علماء. الدم جدا ذاته. الدم جدا ما كلمة. ها؟ الدم جدا موضوع طويل. عندنا فيه أباطرة. نحن ما حاورنا أوهام مثل دين. نحن حركة الإسلامية دي حاورت الدكتور جون بيرندي مابيور. ده إلههم هم. حركة الإسلامية دي ما لو يدى جون جرن بالبندقية وبالرشاش وبالدبابة وبالأمريكان وبالإسرائيليين وبالجن وبالإبليس وبالشيطان يلو يدى ده جون جرن رك مشار أرقطن كاربين وكوانين رجال ما قدروا يلو يد الحركة الإسلامية. مش هنا في صوبة ما في قاعة الصداقة ها في مقوي وفي فلتاكة وفي فرجوك وفي 40 ميل وفي كابويتا وفي توريت وفي في هجليج ما قدروا علينا. يقدروا علينا هنا. انت مشيت وقعت معهم جابوا لهم مفاوضين جهلة جهلة مش وقعوا طوالي وشبكونا لك السلام سمح السلام سمح السلام سمح السلام. نحن دائما نقول السلام سمح. ليه؟ لأنه لو وقفنا ضده يقول الإسلاميين ما دارين السلام دارين شايف شريرين شريرين. طبعا هم ناس بيعشقوا الدماء وبيحبوا الدماء والجرحى والأسرى والمفقودين. والتحية للنازحين واللاجئين ليحين عودتهم المعروفة والمعروفة خلاص خلون في جنون ده ما بيعدلوا بهينا بيدفعون الثمن بيدفعون الثمن. صبرنا على السلام سمح السلام سمح وقاموا شنو أدوا لك الجماعة دي لله أي حاجة سلموها. أول حاجة قروش شهرية سنوية نازحين لاجئين. نحن قلنا خلاص يمكن النازل عندهم موارد وعندهم إمكانات ووزعوا لهم المناصب كلها وجوا دخلوا القصر ما نفذوا أي حاجة. لا اللاجئين رجعوا لا النازحين رجعوا لا دعموا دارفور لا عملوا توطين لا عملوا سلام لا عملوا الحرب وقفت لا النازحين وقفوا لا المشاكل القبلية قبل وقفت لا الفتنة وقفت. جنوب كردفان شغالة بمزاجة جنوب النيل الأزرق شغالة بمزاجة دارفور شغالة بمزاجة ولاية السودان الباقية شغالة بمزاجة. السلام عليكم.